هو تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة، مما يؤدي إلي فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة السطحية، ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. لهذا الظاهرة أسباب أدت إليها. أولاً، الرعي الجائر هو الإفراط في الرعي، عندما تتعرض النباتات لرعي مكثف لفترات طويلة من الوقت أو لفترة أطول من فترات إعادة نمو النباتات. ثانياً، الزيادة السكانية والامتداد العمراني، فتغير حجم السكان له أثر في البيئة، مما أدى إلى ظهور التصحر. ثالثاً، ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، فتغيرات المناخية وقلة سقوط الأمطار لها دور كبير في زيادة مساحة التصحر. أخيراً، الاستغلال الجائر للغابات وإزالة الأشجار مما يؤثر في تماسك تربة الأرض. تعد عملية إزالة الأشجار من أهم أسباب التصحر، ففي المناطق الجافة تلعب الأشجار والغابات المكشوفة دوراً كبيراً في تثبيت التربة والمياه. كيف نكافح التصحر؟ هناك عدة حلول للتصحر، منها وقف الزحف السكاني والامتداد العمراني على الأراضي الزراعية. سن القوانين التي تحمي الأرض من السلوكيات البشرية المسببة للتصحر، تشجيع مشاريع الزراعة والتشجير واستزراع المناطق القاحلة، وذلك من خلال زراعة المناطق الجافة بالنخيل وأشجار السدر والصفصاف، إيقاف قطع لأشجار وإحراق الغابات وتجريف الأراضي الزراعية، إيقاف الرعي الجائر وتنظيم عمليات الرعي، تنظيم طرق التعامل مع التربة والعناية بها، إطلاق حملات توعية للسكان حول التصحر وطرق حماية التربة والتعامل مع الأراضي الزراعية وتوفير الموارد المائية والحفاظ عليها، صيانة الموارد المائية بشكل دوري، تثجيراف من خلال تكثيف الغطاء النباتي بطرق زراعية محترفة ومدروسة. في الختام، حافظوا على بيئتكم وشكراً لكم.